السلام عليكم، معاكم نبيل، ورمضان مبارك. وشئنا ما بين، هي بقت حقيقه خلاص ان الشورتس او المحتوى القصير غزا المحتوى التقني في الفتره اللي فاتت، والفيديوهات دي تقدر تصنفها تصنيفين. التصنيف الاول حاجه زي نوع من انواع التيبس اند تريكس اللي هتسهل عليك استخدامك للبي سي وتخليه افضل او تزود اداء البي سي بتاعك. النوع الثاني وهي نوع من انواع التحذيرات او شرح مخاطر او مشاكل ممكن تؤدي في النهايه لان بعض قطع البي سي بتاعتك يحصل فيها مشاكل والبي سي بتاعك يبوظ. ولكن صديقي العزيز، هنا في سؤال دايما يطرح نفسه، هل الحاجات اللي احنا بنشوفها دي يعني بتكون دايما صح او يعتمد عليها؟ ده موضوع فيديو النهارده صديقي العزيز، اللي هنناقش فيه اربع نقاط او اربع نصائح تيك توكيه لولبيه، مقسمه ما بين حاجات اللي فيها النصائح او التيبس اند تريكس، وحاجات تانية من نوع اللي هي الحاجات برضو نصائح المشاكل وما الى ذلك. هنبدا باول حاجه، وهي حاجه من الحاجات اللي شغله ناس كتير جدا او هوسه ناس كتير جدا، وهو هوس الديلي او الانبوت ديلي. خطوه سهله كلنا نقدر نعملها في الويندوز لتقليل الديلي بتاع الكيبورد، او ان انت تسرع الكيبورد بتاعك في الالعاب. ولكن هنا في تنويه هام صديقي العزيز، كل الفيديوهات او الخطوات اللي هذكرها لك دي تقدر تبحث عليها على اليوتيوب او على اي منصة. انا هتجنب نهائيا ان انا اذكر حد او اطلع صوت حد او اطلع فيديو من اي حد، لان احنا هنا مش هدفنا ان احنا نشهر بالناس او ان احنا نعمل شو، بالعكس احنا هدفنا ان احنا نعرف الصح من الغلط لا اكثر ولا اقل، وكذلك برضو احتراما لمجهودات الناس دي في الفيديوهات بتاعتها، وربنا يوفق الجميع. الخطوات المفروض ان هي كالتالي، وانا هقول لك مختصر الخطوات لان الخطوات الكتير مملة الحقيقة. احنا من الستارت منيو هندور على الكيبورد بروبرتيز، واللعب بيكون دايما في المؤشرين دول بحيث ان انت بتقلل لهم للنهايه، بحيث ان انت تاخد اقل ريسبونس تايم من الكيبورد بتاعك وتهزم الاعداء وتفتك بهم صديقي العزيز. ولكن خلينا نقف هنا ونسال سؤال، هي اصلا الاختيارات دي بتعمل ايه علشان تقلل الديلي؟ سؤال نبيه صديقي العزيز استحق عليه لايك. مبدئيا يعني كده الاختيار الاول لما هتخليه على اسرع حاجه، وبالمناسبه اسرع حاجه هنا بتكون على اليمين مش الشمال. لو ضغطت مثلا حرف الاتش في الجزء اللي تحت بتاع الاختبار ده وفضلت ضغط على المفتاح ما سبتهوش، هتلاقي حرف الاتش بيتكرر بسرعه، لكن لما بتغير في السرعه من اول سلايدر هتلاقي ان دايما التكرار الاول من بعد الضغط المستمر هو ده اللي بتاثر سرعته، وبعد كده بيبدا يكتب بسرعه كبيره جدا. طيب ده الاختيار الاول. الاختيار التاني بقى بيعمل ايه؟ بيعمل نفس القصة دي ولكن مع بقية التكرارات اللي من بعد التكرار الاول. فانا مثلا لو بطأت على الاخر هتلاقي مثلا ان الاتش الاولانية ظهرت عادي بنفس الاعدادات بتاعت السلايدر الاولاني، ولكن الباقي بدأ يظهر عندنا كده ببطء. لو رحت مصرحة على الاخر هتلاقي اول تكرار من الاتش ظهر بنفس السرعة، ولكن بقية التكرارات اللي بعديه بدأت ان هي تتأثر سرعتها وتزيد السرعة بتاعتها. نستنتج من ذلك صديقي العزيز حاجة مهمة قوي، ان هو اصلا مش بيأثر على الضغطة الاولى من المفتاح، هو بيأثر على التكرار الاول من بعد الضغطة الاولى. فبالتالي الموضوع ده المفروض ان هو ما يأثرش على الانبوت ديلي نهائيا نهائيا نهائيا، ملوش اي دعوة خالص بالموضوع ده. ده ناهيك اصلا عن ان الموضوع ده بيتم تطبيقه على الكتابه مش على اللعبه. محرك الالعاب بتاعك لما بياخد الانبوت من الكيبورد مش بيعدي على الكلام ده الاول نهائيا، هو على طول بياخد الضغطه بتاعت المفتاح من الانبوت دايركت او من الريجسترز بتاعت الويندوز دايركت على طول. فللاسف صديقي العزيز الموضوع ده طلع فنكوش او فستق. فنكوش ولا فستق؟ قولوا لي تحت بعد كده في الفيديوهات عايزين فنكوش ولا فستق. الخطوه رقم 2 صديقي العزيز وهي تسريع الرامات بتاعتك. الموضوع بيتم التسويق ليه كالتالي، ان انت بتجيب الرامات بتاعتك بتشوف ان هي بتوصل لكام ميجا هرتز بحد اقصى، وبعد كده بتروح للبايوس بتاعك تروح حاطط السرعه دي بشكل يدوي. انا مثلا الرامات اللي في ايدي دي بتوصل ل 3600 ميجا هرتز، فانا اروح من البايوس اخليها 3600 ميجا هرتز. طبعا في اسباب تخلي الموضوع ده غلط. ايه هي الاسباب دي صديقي العزيز؟ مبدئيا كده الرامه مش بس تردد، في عندك الفولتيه وفي عندك كمان التوقيتات، والتوقيتات من اهم الاشياء اللي بتحدد سرعه الرام او اداء الرام هيبقى عامل ازاي، لان الموضوع بالنسبه للمعالج مش بس ان الرامه يبقى ترددها عالي، لا، المهم ان انا يبقى عندي الليتنس قليله عشان اعرف اوصل للبيانات بشكل اسرع وبشكل مباشر. ده ناهيك عن شويه اختيارات تانيه كتير قوي انت ما تعرفش عنها في الكواليس، لازم كلها تتظبط مع التردد والفولتيه والتوقيتات عشان تاخد تجربه مستقره من الرام بتاعتك وما يحصلكش مشاكل وتاخد فعلا الاداء المظبوط. ففي حاله ان انت بتغير التردد بشكل يدوي 3600 ميجا هرتز بس، انت كده ضحيت برضه بجزء كبير، لان زي ما بقول لك الرام اللي معايا دي مثلا سي ال 18، لو انت سبتها شغاله على ال 2666 مثلا اللي هي السرعه اللي مش عاجباك واكيد مش عاجبها اي حد، هتلاقيها شغاله على سي ال 22، وده بيسبب بطء شديد جدا. فكون ان انت حاططها على 3600 وسبتها على سي ال 22 فانت برضه مش اخد قدره الرامات الفعليه. ايه حل المشكله يا عم نبيل بدل ما انت عمال بتقفلها في وشنا كده؟ والله صديقي العزيز انا مش بقفلها، بس احنا بنفهم مع بعض القصه ماشيه ازاي. الحل السليم هنا ان انت تستخدم الاكس ام بي او البروفايل او الاعدادات المحفوظه مسبقا على الرامه بتاعتك من الشركه المصنعه للرامه، علشان تديلك السرعات المعلن عنها بشكل مستقر وبشكل ما فيش فيه منه اي مشكله على الجهاز بتاعك. طب يا نبيل
انا بعمل زي ما انت بتقول لي وبفتح الاكس ام بي وفي الاخر الجهاز بتاعي بيقعد يرستر وشاشه زرقاء والدنيا بتبوظ وانت بتلبسني على نبيل دايما. والله يا غالي المشكله مش ماشيه كده. المشكله ان في بعض المنصات بتكون متعارضه مع بعض الرامات، زي مثلا الفيديو اللي كنت اتكلمت فيه عن ال 4650 جي واللي حذرت فيه من انك انت تستخدم الرامات بتاعه الهايبر اكس الفيوري لانها بتعمل مشاكل توافقيه معاه وبتخلي المعالج ما يعرفش يفتح لما بتشغل الاكس ام بي. فانت قبل ما تجيب الرامات لازم تسال الناس في الجروبات عشان تشوف تجاربهم معاها او تراجع المراجعات بشكل دقيق وتعرف موديل الرام اللي شغاله ايه عشان تعرف اذا كانت هتبقى شغاله كويس مع المعالج واللوحة الام بتوعك ولا لا. ولو انت من الناس اللي لبست رامه غير متوافقه مع النظام بتاعها او مع الجهاز بتاعها فالحل الامثل ان انت تبيعها وفي اقرب وقت تجيب لك رامه تكون افضل متوافقه مع السيستم بتاعك. طيب النقطه الثانيه كمان طلعت فنكوش، خلينا بقى نروح للنقطه الثالثه وهي حاجه مبهره ولكن هي اكيد مش مبهره زي النقطه الاخيره، وهي ازاي تزود انويه المعالج بدون روت. احبابي في الله، حمل انويه للمعالج من على الانترنت صديقي العزيز. حاجه بقى ليفل التنين المجنح. بص يا معلم، الخطوه دي هدفها ان هي المفروض تزود الاداء بتاعك. بتتم كالتالي وباختصار لكل الخطوات. حضرتك هتروح جاي كده من الستارت منيو بتاعتك، هتروح كاتب ام اس كونفج وتضغط انتر، وبعد كده تروح عند البوت والادفانسد، وبعد كده تروح عند النمبر اوف بروسيسورز دي او الماكسيمم بروسيسورز او اهم ما يكون الاختيار اللي انت شايفه قدامك وتخليه على اعلى حاجه علشان يشغل او يفعل القوه المطلقه للمعالج بتاعك ويشغل كل الانويه. وبعد كده تضرب اوكي وتعمل ريستارت ونستنى لما الجهاز يفتح علشان نتاكد من التاسك مانجر ان الانويه دي فعلا بقت شغاله. واهو اخيرا الجهاز فتح صديقي العزيز، وزي ما انت شايف فعلا 20 نواه زي ما احنا عملنا. ولكن صديقي العزيز انا عايز اقول لك ان التسجيل اللي قدامك ده فعلا من قبل ما اعمل الخطوات دي، يعني الخطوات دي اصلا ملهاش لازمه. هو انت اصلا باي ديفولت المعالج بتاع شغال بكل الانويه والثريدز بتاعته من غير ما انت حضرتك تتدخل في اي حاجه ولا تحط التاتش بتاعك. بجد والله ما بتعملش اي حاجه خالص. يعني هي ممكن تفيد في حاجات يعني ايه ضيقه قوي، اللي هو انت عايز تحدد مثلا عدد انويه معينه علشان تعمل تجربه معينه زي ما هتشوفه في المحتوى اللي جاي في المستقبل ان شاء الله، ولكن هي ملهاش اي تاثير نهائيا على الاداء ولا بتعمل اي حاجه خالص. يعني هي هو توجعش دماغ صديقي العزيز. يعني لما تشوف الفيديو ده قدامك في اي مكان بعد كده يا ريت تبقى تنصح الناس، يعني تقول لهم ان الكلام ده كلام فارغ. من هنا بقى صديقي العزيز نخش على النقطة الأكثر إبهارا، وأنا اتكلمت فيها على فكرة وحذرت منها قبل كده هون، وقلت إن الكلام ده في شنك، ولكن أنا ما وضحتش الكلام ده في شنك ليه وإزاي تختبر كمان وتتأكد بنفسك. فالنهارده بقى صديقي العزيز أنا هخليك تبقى في منتهى الخدعة والمهارة. بس مبدئيا النقطة اللي عليها المشكلة دي وهي إن أنت لازم قبل ما تقفل الجهاز تضغط شيفت وأنت بتعمل شوت داون علشان تحافظ أو تطول عمر المعالج والرامات بتوعك وما يبوظوش بسرعة. طب ليه أعمل حاجة؟ والله العظيم الجماعة شايفين أو الجماعة دول عموما شايفين إن أنت المعالج بتاعك والرامات بيبقوا في حالة تشغيل جزئي، ما هوش مطفي بشكل كامل علشان يحتفظ بشوية بيانات عشان جهازك يعرف يفتح بسرعة وما إلى ذلك. طب إيه دليلكم على الموضوع ده؟ والله إن أنت لما بتفتح التاسك مانجر وبتشوف السيستم تايم مثلا بقاله 5 ساعات ورحت انا مرستر الجهاز او قصدي قفلت الجهاز عفوا من الشت داون العادي وفتحته تاني اتلاقيته زي ما هو، يعني ما رجعش لصفر ولا حاجه. غلبتنا صديق العزيز. بس جاس وات، انت بتتكلم غلط. ليه بقى بتتكلم غلط؟ اولا مفيش حاجه اسمها ان المعالج والرامات يكونوا شغالين بشكل جزئي وده هيبوظهم. المعالج بتاعك بالذات مش هيبوظه غير حاجتين اتنين احنا عارفينهم، الحراره وعدم استقرار الطاقه. وعايز اقول لك ان عدم استقرار الطاقه ده دلوقتي شرط اصبح يعني صعب جدا، حتى لو انت ملبخ في الاعدادات بتاعته اصبح صعب ان انت تحققه. يعني انت لو عملت كسر سرعه غلط او حاطط طاقه غلط غير كافيه او في مشكله في الطاقه عموما هتلاقي المعالج ما بيفتحش اصلا، وهتلاقي دايما يقول لك ان في مشاكل وانك محتاج تعمل ريسيت للبايظ. فدي حاجه انا بستبعدها حاليا يعني، لكن الحراره انا معاك وعلى كلامك الجهاز مفيش عليه استهلاك مفيش عليه ضغط، فايه اللي هيخليه يبوظ او عمره الافتراضي يقل؟ ده ناهيك اصلا صديقي العزيز ان المعالج والرامات مطفيين عادي جدا عادي جدا، اصلا الاثنين ما قدروش يحتفظوا ببيانات جواهم من غير كهرباء. اه والله من غير كهرباء. انا عايز اقول لك ان كل واحد ماشي ورا الخطوه دي كسل يعمل حاجه بسيطه قوي يختبر بيها الموضوع. صديقي العزيز روح حالا وانت معايا اقفل البي سي بتاعك من غير شيفت، وبعد كده شد الفيشه بتاعت البي سي وسيبه كده 5 دقائق ولا دقيقتين ولا ايا ما يكن، وارجع تاني وصل الفيشه وشغله
هتلاقي ان العداد ما ترسدش. العداد زي ما هو صديقي العزيز ما رجعش لصفر. طب ازاي ما رجعش يا عم نبيل؟ ده الكهرباء اصلا مفصول عن الجهاز، ما عادش بقى لا في جزء ولا غير جزء ولا كلام من ده. الموضوع ببساطه صديقي العزيز ان الويندوز بتاعك بيحتفظ ببعض البيانات المهمه بالنسبه له على مستوى الكيرنل بالذات على الاس اس دي بتاعك او على وحده التخزين اللي عليها الويندوز، ودي بتبقى ملفات بسيطه ياما، حاجه بص حاجه عبيطه، عشان ما تفكرش ان ده هيعمل ريد ورايت وهيبوظ لك الاس اس دي ويقلل لك، مفيش الكلام ده. وده الفرق الجوهري ما بين الشت داون العادي والهايبرنيت اللي الناس بتخلط ما بينهم. الهايبرنيت بيعمل نفس الموضوع وبيحتفظ برضه بنفس البيانات عشان الجهاز يفتح بسرعه، ولكن الفرق ان هو كمان بيحتفظ ببعض البيانات الخاصه باليوزر نفسه، برامج اللي كانت مفتوحه من اليوزر نفسه، حاجات كتير من اللي كانت شغاله في الخلفيه لليوزر المعين اللي كان فتح اخر مره. بالتالي ده بيكون فايل حجمه بالجيجا بايتس، ممكن يوصل ل 20 جيجا كمان في بعض الاحيان، وده ممكن مع الوقت يعمل سبب او يكون سبب لان الهيلث بتاع الاس اس دي بتاعك يقل. ولكن الشت داون العادي ما بياخدش المساحات دي كلها، هو بياخد حاجات بسيطه كده عشان يخلي الجهاز يفتح معاك بسرعه. فانك انت تعمل شيفت مع الشت داون ده مش بيطول عمره للمعالج ولا بيأثر على عمره اساسا، كذلك ده انت بتخسر ميزه جباره وهي الفاست بوت اللي هو اللي بيخليك يفتح بسرعه. هتخلي الجهاز بتاعك يقعد يلود 100 سنه، على ايه يا عم توجع دماغك؟ بعض الاحيان بيبقى عدم ان انت تقفل الجهاز بشكل كامل ده بيعمل سواء يعني مشاكل، وانا شفتها بشكل شخصي مع الويندوز ابديتس. يعني بمعنى صح تلاقي الويندوز ابديت يقول لك الجهاز محتاج ريستارت، يا عم ده انا لسه فاتحه، ريستارت مين يا عم الحاج؟ وتقفل وتفتح تلاقيه يقول لك محتاج ريستارت، يا عم والله انا عامل ريستارت، انا قفلته من شويه ونزلت وجيت، انت ما انت في ايه حكايتك معايا؟ لا، هو قصده هنا ان انت محتاج تمسح كل اللي الجهاز محتفظ بيه. ده هيتم ازاي؟ يا اما من شفت شت داون يا اما ريستارت. صديقي العزيز اضغط على الريستارت بس كده، الحكايه خلصت، ابقى معايا مش محتاج اكتر من كده. فالموضوع ده برضه في شينك. اتمنى تكون فهمت الموضوع ماشي ازاي، واتمنى يكون الفيديو ده كان مفيد ليك وان انت تشاره مع صحابك. كان معكم نبيل، سلام.